غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. Do you speak English? Yes. Okay. Can I speak to Archbishop Jacob, please? Yes. Who is talking? My name is Sam. I'm calling from United States. From United States? Yes. Okay. Thank you. God, God bless you. Mucho gracias, amigo. Gracias. Hallelujah. Praise the Lord. You're gonna get raised, man. Hallelujah. Big raise. Kicking his. Hello, hola. Hello, salam wa ni'ma. يا اهلا اهلا وسهلا بيك. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. لعل سعادتك بخير يا فندم. صاحب السياده المتروبولايت يعقوب الخوري. ايوه اهلا وسهلا بيك يا فندم. لعل سعادتك بخير. الله يخليك يا رب. امين امين امين. مشكرين على ادبك وسعه صدرك واسلوبك الجميل ده. الله يخليك يا رب. مع حضرتك ابو مريم من امريكا يا فندم. احنا قلنا ناخد بركه ونتكلم مع حضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك ما تعرفنيش شخصيا يعني. في حضرتك بس كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت. في امكانيه؟ اتفضل. حضرتك متشكرين يا فندم. بالنسبه حضرتك للكتاب المقدس يعني. هل حضرتك الاصول موجوده ولا الاصول غير موجوده؟ الاصول دي اي معنى؟ نعم يا فندم. بس عم حاول استفسر منكم الاصول بيشو يعني. انا اقول لحضرتك يعني انت حضرتك كما تؤمن ان متى كاتب انجيل متى ومرقس وهكذا. هل الاصل اللي كتبه متى اول نسخه اللي كتبها متى مش هي موجوده ولا الاصول دي غير موجوده؟ لا الاصول موجوده لك في طبعه. نعم. اسمها طبعه الكتاب المقدس النقديه. ايوه هذا الانجيل. أيوة. تلاقيه كله باليوناني القديم. ايوه مع حواشي بتاخدك على المخطوطات. ايوه. طيب سعادة رئيس الأساقفة يعقوب الخوري، اساسا موضوع ان الاصل موجود ده باعتراف جميع علماء المسقط جميع الطوائف ان الاصول غير موجوده. حضرتك مثلا اكيد تعرف الدكتور العلامه بولس الفغالي اللي هو توفى السنه الماضيه. الراجل حصل على 7 دكتوراه في الكتاب المقدس. الراجل اقر واعترف ان الاصول غير موجوده. ومش هو بس، لو عجبنا مراجع بروتستانتيه او ارثوذكسيه نفس الكلام. يعني الارثوذكس في مصر الدكتور وهيب جورجي كامل واستاذ العهد القديم وزميل البابا شنوده ليه كتاب اسمه مقدمات العهد القديم صفحه 24 يقول لم تصل لنا المخطوطات الاولى للكتاب المقدس التي سبق ان دونها كتبه الاصفار باقلامهم. نفس الكلام قال قمص عبد المسيح بسيط ابو الخير استاذ الكتاب استاذ الدفاع اللاهوتي في الكليه الاكريكيه في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه صفحه 150 يقول الاصل غير موجود. ومش الارثوذكس بس، عندك دائره المعارف الكتابيه وهي دائره بروتستانتيه عاملها اكبر علماء البروتستانت ومنها في نفس الوقت كان رئيس الطائفه الانجيليه في ذلك الوقت هو الدكتور القس مويل حبيب يقول الجزء يقول في الجزء الثالث صفحة 279 ان الاصل غير موجود وقد فقدت اصول اصفار العهد الجديد بلا شك. نفس الكلام قاله وهو من اكبر علماء البروتستانت في مصر المهندس يوسف داود رياض في كتابه مدخل الى النقد الكتابي صفحة 26 يقول نحن لا نملك نصوص الاناجيل الاصلية. نفس الكلام قاله يوسف رياض في كتابه وحي الكتاب المقدس صفحة 65
أشرنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض يعرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولى كتابته عنه، فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. نفس الكلام الترجمة اليسوعية، الآباء اليسوعيين بتقول نفس الكلام في ضياع النسخة الأصلية. إلى إذن الآن حضرتك الأصل مش موجود، فإزاي نقول الأصل موجود؟ هلأ ليه؟ أنا ماني متخصص بالمخطوطات. طيب دراساتي ما في مشكلة، بس أنا اللي بعرفه نعم إنه في كتير مخطوطات. أيوة نعم صحيح، في كتير آلاف المخطوطات استنادا على مخطوطات موجودة. طيب هلأ بدك يعني إذا تنقول المخطوط اللي كتبه الإنجيلي متى بإيده إذا كان هو نفسه موجود أم لا، يعني طب أنا أقول لك يعطيك اسم حدا بيقدر يساعدك بهذا الموضوع. ده اقصد حضرتك اعتقد اسمه الدكتور بيار او شيء من هذا القبيل؟ لا، الدكتور يعقوب خليل. طيب لو في امكانية تديني رقم تليفونه واسأله الرب يباركك. طيب فيك تسجل عندك تفصيل صغير؟ اتفضل قول لي الرقم كام. مرة رح اعطيك عنوان سايت على الانترنت من هناك تقدر توصل. طب اتفضل قول لي ثواني. جامع انا اعتقد اتكلمت معاه قبل كده وسالته، يعقوب خليل. نعم اتكلمت معاه قبل كده وسالته في نفس السؤال، وصراحة برضو الإجابة نفس الإجابة حضرتك، يعني ما في جديد، يعني أساسا الأصول غير موجود. طب أنا أقول لك، أنت بتقول في مخطوطات، العهد الجديد فيه 25,000 مخطوطة. طبعا 25,000 مخطوطة كتبها 25,000 ناسخ، حضرتك متفقين على كده؟ طبعا متفقين. حضرتك عندك فكرة أو علم اسم ناسخ واحد من 25؟ ناسخ واحد، اسم واحد 25,000 مخطوطة. أنا عفوا حضرتك ليش مهتم بكل هذا الموضوع؟ أقول لحضرتك ليش مهتم، لأن الكتاب المقدس يقول كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الواحد ويسوع بيقول ابحث عن الحق، ويسوع بيقول فتش الكتب، فالواحد عاوز يبحث عن الحق. المشكلة شوف، أي عقيدة أو أي دين مبني على ما يسمى الكتاب المقدس، إذا كان اليهود التوراة أنتم الكتاب المقدس وهكذا، لو هذا الكتاب من عند الله إذن العقيدة سليمة، لكن إذا كان الكتاب مش من عند الله كيف تكون العقيدة سليمة؟ يعني حضرتك نسبت إنجيل متى لمتى، أنا عندي إنجيل متى ما في أي دليل إن الكاتب متى، لكن أنت بتؤمن بكده، فين الدليل؟ أنا لو قرأت إنجيل متى 9:9 بيؤكد إن الكاتب مستحيل يكون متى. بيقول إيه النص؟ وفيما يسوع مجتاز من أقراء إنسان عند مكان الجباية اسمه متى، فقال دعني فقام متى ربعه، هذا ليس المسيح ولا متى. شخص ثالث بيقول الحوار الذي دار بين يسوع وتلميذه، لو كان كاتب هذا الكلام متى فليقول وفيما يسوع مجتاز من أقراني أنا متى عند مكان الجباية. تقلك نصوص الكتاب المقدس ما أنا موجود بمخطوطة، فقط كتاب مقدس. مش فاهم يعني حضرتك عاوز تقول ايه. وبعدين عندما نقول الكتاب المقدس اي نسخة بتقولها؟ انت عندك كاثوليك 73، انت عندك بروتستانت 68، انت عندك الكنيسة الارثوذكسية الحبشية 81، عندك الكنيسة اليونانية الارثوذكسية 75، الترجمة البسيطة او البسيطة 66، المخطوط 4 مخطوطات قبطية 75، ايهم كلام الله؟ اي كتاب مقدس؟ انتم ما اتفقتوش على نسخة معينة. ولو تقولي نسخة فاندايك، نسخة فاندايك حذفة 7 نصوص، انتوا بتؤمنوا ان هم كلام الله هم ربنا، لماذا؟ ارجع لكتاب شبهات وهميه حول الكتاب المقدس للدكتور العلامه القس على كلين على كلين على كلين على كلين مشان تاخذ الجواب اليقين. شوف الارشمنديت، انا اتصلت بحضرتك قبل كده. نعم هو مدير نعم المعهد، نعم انا اتصلت بيه قبل كده، انا متاكد حضرتك، انا بقول لحضرتك انا متاكد اتصلت بيه قبل كده. العمليه واضحه، الاصول موجوده، الاناجيل تنسب لهذه الاسماء، ما في اي انجيل الكاتب قال انا فلان الفلاني،
الذي اختار هذه الاسماء هي الكنيسة، هي المجامع المسكونية. ما في انجيل بينسب الى صاحب. لا. ايوه متحدث. نعم اهو. يبقى ازاي نسيبه المتى، ومتى لم يقول انا كاتب الانجيل. ولذلك في نعم. لذلك هناك تعبير باللغة الانجليزية يقول لك مشان هيك تقول لك شغلة مشان تكون انت مرتاح اكتر. شوف طبعات الحواشي مع المخطوطات وازمنة المخطوطات. ممتاز. انا حضرتك عندي اكتر من ترجمة باللغة الانجليزية فيها حواشي. هذه الترجمة. ما بدي الترجمة الانجليزية. طيب ممتاز. انا عندي ترجمة عربية وفيها حواشي. اديك على سبيل. ولا الترجمة العربية. ومن مين حضرتك تعوز ايه؟ نص اليوناني. ايوه. القديم. ايوه. معه الحواشي. طيب. بتقلك كل اية والمخطوطات اللي جاية. طيب. سعادة رئيس الثقافة حضرتك سوري صح ولا غلطان؟ سوري لبناني. ممتاز. هللويا بريز ذا لورد. حضرتك بتتكلم اللغه الارامية او السريانيه؟ لا. ممتاز. ماذا كانت لغه المسيح؟ لغته كانت ايه؟ اللغه الاراميه. هللويا. هللويا بريز ذا لورد. كيف يكون الاصل يوناني ولغه المسيح ارامي؟ ازاي والتلاميذ كانوا من كانوا من عوام الناس كانوا من عوام. بس اللغه اليونانيه كانت منتشره هذاك. مش هو ده الشرط. الشرط اللغة الأصلية هي لغة المسيح، اللغة السريانية الأرامية بلغة أهل الجليل اللغة القديمة. إزاي يكون الأصل يوناني؟ الإنجيل. هل يسوع كان بيكلم يوناني؟ يعني يسوع كان بيقول كان ما أتيت إلا خراب بيت اليونان الضالة. يسوع ما بيكلم يوناني. هل عندك تلميذ بيكلم يوناني؟ تلاميذ يسوع كانوا صيادين، كانوا من عوام الناس، عميين. كيف واحد صياد عمي بيتكلم يكتب انجيله باليوناني؟ هو ما بعرفش يوناني اساسا. اذا ما تقوليش الاصل يوناني، الاصل المفروض باللغه الاراميه لغه المسيح. فكيف اقول لك من وين؟ من وين ايه؟ مش فاهم. حضرتك من مصدر. مصدر اي مصدر حضرتك؟ مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. لا من يعني حضرتك من اي منطقه من مصر؟ ايه تفرق في ايه حضرتك؟ تفرق في ايه؟ لا عفوا المسألة. لا تسأل براحتك، بس أنا حضرتك مش عايش في مصر، أنا عايش في أمريكا بقالي مدة كبيرة جدا يعني. الله يعافيك. مشكرين. فيعني أنا تركت مصر من زمان جدا. الموضوع ده مش مشكلة يا سعادة الرئيس الأسقف. أولا أنت حضرتك راجل في قمة الأدب وفي قمة يعني مش قادر أقول لك يعني. عندك ساعة صدر وكل شيء، بس الموضوع مش كده. الموضوع الكتاب المقدس يقول كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الكتاب يسوع يقول فتش الكتب، يسوع يقول ابحث عن الحق والحق سوف يحرك. انا وانت وكل الناس جميعا بتبحث عن الحق، لابد ان احنا نكون متاكدين ان احنا على الحق قبل ما ياتينا المنيه. انا بقول لك انا شخصيا الشهر الماضي حصل لي حادثتين وفاه، ومن ضمن حادثه انا شفتها بنفسي في الشارع. الموت علينا حق، فلا بد الانسان يكون هو متاكد عن الحق. العمليه مش عمليه تقليد، العمليه مش عمليه ما يقول الاباء، العمليه مش عمليه انا ما اعرفش، اسال حد يعرف. وسعادتك رئيس أساقفة مش يعني مع احترامي مش حتى قس او قمص او اسقف، حضرتك النائب البطريرك للروم الارثوذكس في البلد اللي انت فيها، يعني مش شخص عادي يعني في بوينوس ايرس وسائر الارجنتين. فحضرتك يعني كيف وصلت لي؟ ايوه يعني اللي انا اقوله، اللي انا بقوله ايه؟ انا بقول انا بنصح نفسي وبنصحك. يسوع يقول ايه؟ ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبا الذي في السماوات. كثيرين سيقولون لي في ذلك يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ حينئذ أصرح لهم إني لا أعرفكم قط. الواحد لازم يكون على الحق قبل الموت. يسوع يوم القيامة يقول إيه؟ يقول من يغلب سجله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم دينة إلهي، أورشليم جديدة نازلة من عند سامي من عند إله. يوم القيامة كيف يكون يسوع إنسان؟ الديان إنسان يقول إلهي 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 إلهي. بولس يقول في رسالة إلى الأولى كورنثوس 15:28 وعندما يخضع له الكل حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. كيف يكون الابن خاضع ليوم القيامة؟ فين بقى يسوع هو الله؟ كيف يكون يسوع هو الله وهو على الأرض يقول على الأرض وهذه الحال أبدية أن يعرفوك أنت لا الحق وحدك الآن؟ كيف يكون يسوع هو الله وصعد إلى السماء يقول أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم؟
كيف يكون يسوع والله يوم القيامة يقول من يغلف سقاله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة؟ يا ألو عم بسمعك طيب. كمان بيقول أنا والآب واحد. ممتاز. هل يسوع بيقول من رآني فقد رأى الآب؟ ممتاز. هل يسوع والآب؟ يسوع هو الابن. إذن يسوع ليس الاب. طيب احنا ممتاز. احنا عندنا اب وابن وروح قدس. لا نستطيع ان نقول الاب والابن. مين يقول كده؟ يسوع. انجيل يوحنا 5:31 ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. العدد 37 الشاهد الاخر مين؟ الاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي. بس انا معك بس ما عم بفهم لوين بدك توصل حضرتك. اللي انا بقول لحضرتك انت بتقول من رآني فقد رأى الاب وانا والاب واحد. اولا لو قلنا يسوع ليس هو الاب ولو قلنا يسوع هو الاب ده هرتقد سابيليوس الذي يعتقد ان الاقانيم صفات. مظبوط. لا ما فهمت يعني. ممتاز. يعني الاخير شو الفكرة بدك توصل له؟ الفكرة عندما يقول اقول لحضرتك الفكرة عندما يقول يسوع في انجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك الان. ان يعرفوك انت الاله الحقيقي. وحدك. كيف يكون يسوع مع الاب والاله الحقيقي هو الاب وحده؟ كيف؟ بس كثير الآية. نعم يا فندم. كثير الآية. تقصد ويسوع الذي ارسلت رسولك كيف يكون وحده ومعاك؟ وحدك ومعاك. كيف؟ انا الان بكلم سعادة رئيس الاساقفة الفاضل المحترم سعادة الاساقفة يعقوب. هل في حد معنا ثالث؟ انا وحدي بكلمك. يبقى ازاي يكون معنا ثالث؟ ازاي حضرتك؟ وفين الروح القدس في النص؟ فين الروح؟ وين سؤالك؟ ما انا بقول وين السؤال؟ اذا يسوع ليس هو الله. من رآني فقد رأى لا تعني ان يسوع هو الله. ولذلك يسوع الكتاب المقدس يسوع يقول في العهد القديم ان الله خلق الانسان على صورته. فيسوع صورة الله كما انا صورة الله وانت حسب العهد القديم رجل وانثى. وبولس يقول ان الرجل لا ينبغي ان يغطي رأسه لانه صورة الله ومجده. فيسوع رجل ذكر. طبعا حضرتك تعرف انه تم ختانه بعد 8 ايام. لماذا؟ لان الختان كان عهد ابدي بين الله ونبي الله ابراهيم. لماذا ختن؟ لانه ذكر. فهو ذكر صورة الاله. المشكلة بقى انه صورة الاب. ما في مشكلة. لكن النص واضح. اذا كان الاب ليس هو الابن والاب هو الله وحده كيف نهلي الابن؟ ميك سنس منطقي. الاب ليس هو الابن والذي يقول الاب هو الابن ده ارتقى. طب يا استاذ ابو مريم الكلمه. ايوه اتفضل. كمان بيقول لك بيوحنا 5 أيوة. حتى يمجد جميع الناس الابن كما يمجدون الاب. اي مشكله؟ لا يمجد الابن لا يمجد الابن. المشكله اي نعم اي المشكلة يمجده. ايوه اي المشكلة يمجده. يا ابو هذا انا توقعت انه حضرتك منك مسيح من خلال الحديث. ايه المشكلة يعني؟ وعم تحاول. لا لحظة انا معك. اتفضل. انه انت غير مسيحي وانت عم تدور على الحقيقة وعم تشوف هذا الشيء هل هذا الشيء موجود بالمسيحية ولا لا. بامريكا انتوا في عندكم كثير اشخاص ممكن يساعدوك بشكل قريب بهذا الموضوع. لانك انت عم تقرا لحالك وعم تحلل لحالك. فهمت كيف؟ طيب انت حضرتك حالك وعم تحلل لحالك بس بدك شخص يحاول يساعدك. طيب شوف حضرتك انا حضرتك اللي بتتكلم معاه ممكن تعمل بحث إيه؟ عليا. انا اسمي وسام عبد الله وانا راجل بحث في هذا المجال بقالي حضرتك. اهلا وسهلا عمو. حضرتك بقالي بحث في الموضوع اكتر من 30 سنة. وليه حضرتك مناظرات باللغة الإنجليزية والعربية؟ يعني أنت بتكلم واحد متخصص في هذا المجال باحث في العقيدة المسيحية. فحضرتك أنت حتى استشهدت بالكتاب المقدس بإنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا بيقول الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيء. إنجيل يوحنا يقول أنا لا أقدر نفعل من نفسي شيء. إنجيل يوحنا يقول أبي أعظم مني. إنجيل يوحنا يقول أبي أعظم من الكل. ما في نص بيقول كمان انا والاب واحد. ايوه عادي. احيانا كان من شان هيك تقول لك شغل يا استاذ اسامه. اكيد. طيب ايه المشكله؟ انا والاب واحد. مشكور على الجهد وعلى التعب. طيب. وعلى الشغل اللي
سعادة رأس الأساقفة بالنسبة وهذا أنا شيء كثير بحترمه. طيب أنت بتقول أنا والأب واحد، أنا كثير بحترمه. ثواني بس، أنت بتقول أنت بتقول أنا والأب واحد. يسوع يقول إنجيل يوحنا 17:21 ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين أؤمن به بكلامهم ليكون الجميع واحد كما أنت يا الأب في وأنا فيك ليكونهم أيضا واحد فينا. كل ده ليه؟ عشان يعرفوا أن رسول الله ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني مش بتاعه، ليكونوا واحد كما أننا واحد أيضا، أنا فيهم وأنت فيه، ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني أن أنا رسولك. ما قالش عن الله؟ كيف يكون يسوع هو الله ويسوع هو الابن والذي يقول الابن والأب ده ارتقى والابن والأب والله وحده؟ يا حضرة رئيس الأساقفة المنطق والعقل، الاب ليس هو الابن، الذي يقول الاب هو الابن ارتقى. انجيل متى بانه اذهب وتلمذ جميع معمدون باسم الاب والابن والروح القدس. ممتاز ممتاز. اله واحد، اله واحد، بس الاله الواحد مثلث الاقانيم. انت حضرتك تقصد متى 28:19. حضرتك ارجع لي. ارجع ليك انا ليك اسامه، انا بدك ما تواخذني، انا ما عندي كثير وقت. ثانيه واحده بس ارد. لا انا بس ارد على النقطه دي. حضرتك نسيت معي من امريكا ارد على النقطه دي بس. الناس اللي انت بتقوله في انجيل يوحنا متى 28:19 ارجع لكتاب تاريخ الكنيسة اليوسابيوس القيصري صفحة 100، يقول عمدون باسمي، ما قالش باسم الاب. اثنين، التثليث كما نعرفه الان شيء جديد على الكتاب المقدس. لماذا؟ لان في سنة 325 مجمع نقيا سوى الابن بالاب. متى اصبح التثليث كما نعرفه الان؟ سنة 381 ميلادية عندما ردوا على بدعة مقدونيوس ان الروح القدس مخلوق. فهذا شيء مش موجود في الانجيل، ما في نص بيقول ايه اب وابن بروح قدس. الكلام ده سنة 381 ميلادية. لو ترجع حضرتك للموسوعة الكاثوليكية هتقول ان يسوع لم اولا يسوع ما لم يعمد بهذه الصيغة، ما في تلميذ عمد بهذه الصيغة، حتى بولس ما عمد بهذه الصيغة. عندك واحد من التلاميذ يسوع او بولس عمد بهذه الصيغة؟ اكبر دليل ان دي اضافة في الكتاب المقدس، اضافة، ما في نص على التثليث. طيب انا بحترم رأيك. لا ده مش رأيي. الله يقويك. شكرا جدا. سعادة رئيس الأساقفة المتروبولايت يعقوب الخوري، انا بشكرك جدا على ادبك وسعة صدرك ومع الف سلامة يا فندم. الله يخليك. كان معنا لواء مباشرة الان رئيس أساقفة الارجنتين للروم الارثوذكس يعقوب الخوري. كان معانا الان رئيس اساقفة الارجنتين للروم الارثوذكس يعقوب الخوري. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله الله أكبر كبير كل قدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.